لا شيء مخلد ابدا، لا مخلد الانسان ولا مخلد المال ولا مخلد شيء، مخلد اللي هو خالد الوطن والعمل للانسان، وكل فرد منا بيذكر عمله. الذي يدير ظهره لآلام أخيه الإنسان لا يستحق شرف الانتماء إلى البشر. الحين الإنسان لو يخزن مال وكذا ما يحسب راحة، لكن إذا أعطى محتاج الله يعطيه راحة تختلف. الأولوية الأولى التعليم، والثاني التعليم، والثالثة التعليم. ما في شيء صعب، وإذا أخذت الشيء بالتحدي قادر عليه. دائما تتطلع بالأشياء الإيجابية توصل لها. وأنا أكد لكم أن المهمة كبيرة بس الهمم أكبر. لابد أن يكون هناك أمل